بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أذكركم بالمحاضرة السابقة حيث أخذنا نظرية مهمة وهي تتحدث عن هذه الدائرة التي مركزها النقطة O وعليها ثلاث نقاط A و B و C، فبرهنت لكم على أن الزاوية A B C التي تقابل القوس A C لها هذه الخاصية، وهي أن قياس الزاوية B يساوي نصف الأرك AC، وبما أن الأرك AC يساوي الزاوية المقابلة له اللي هي AOC، فنستنتج من ذلك أن زاوية B تساوي نصف الزاوية AOC. الآن في هذه المحاضرة سنستنتج العديد من النتائج المهمة. فأول كورولاري أو أول نتيجة على هذه النظرية هي التالي: إذا كانت هاتان الزاويتان BAC و BA'C مرسومتان داخل الدائرة وكل منهما يقابل القوس BC، فنستنتج من ذلك أن الزاوية A تساوي الزاوية A'. البرهان بسيط جدا نستنتجه من النظرية السابقة، فعندنا هنا الزاوية A حسب النظرية السابقة تساوي نصف الأرك BC، وكذلك A' تساوي نصف الأرك BC، فبالتالي تتساوى الزاويتان BAC و BA'C. بالنسبة للنتيجة الثانية تقول أني angle inscribed in a semicircle must be a right angle، يعني زي ما انتم شايفين هنا مركز الدائرة O وهذا قطر فيها، وكل من هذه الزوايا الثلاثة، هذه الزاوية والزاوية الثانية والزاوية الثالثة، كلها زوايا قائمة. السبب البرهان بسيط جدا، لأنه حسب النظرية فإن أي زاوية تساوي نصف الأرك من النقطة هذه إلى النقطة هذه، لكن الأرك هذا يساوي الزاوية مستقيمة مقدارها 180 درجة، فبالتالي هذه الزاوية بتساوي نصف 180 ويساوي 90، وكذلك الزاوية هذه وكذلك الزاوية الثالثة. وهنا نظرية، هذه النظرية تقول if we are given a circle with chords AB and CD متقاطعان في النقطة E، نستنتج من ذلك أن AE في EB يساوي CE في ED. الفكرة هي أن نثبت أن المثلثين ACE و DBE متشابهان، هاي كل الفكرة. فكيف نثبت أنهم متشابهان؟ أول حاجة الزاوية هذه تساوي هذه الزاوية بالتقابل بالرأس، أيضا الزاوية هذه اللي هي CAB والزاوية CDB متساويتان لأنهما يقابلان نفس الأرك CB، وأيضا الزاوية DBE والزاوية ACE متساويتان لأن كل منهما يقابل الأرك AD. نستنتج من ذلك أن المثلث ACE والمثلث DBE متشابهان بثلاث زوايا. نستنتج أن AE على DE يساوي CE على BE. نضرب الطرفين في الوسطين نستنتج المطلوب. فبرهان النظرية بسيط. الآن توجد لدينا نظرية أخرى على نفس الشكل على ما أعتقد، بيقول given intersecting chords in a circle as in the above figure، يعني هاي كورد وهاي كورد متقاطعان في النقطة E. بدنا نثبت أن الزاوية AEC تساوي نصف مجموع القوسين AC و BD. إذا المطلوب إثبات أن الزاوية AEC تساوي نصف الأرك AC زائد الأرك BD. كيف نثبت ذلك؟ في المثلث، هذا المثلث ACE الزاوية AEC تساوي 180 ناقص الزاوية A ناقص الزاوية C، لأنه مجموع زوايا المثلث يساوي
180 درجة. الآن بالنسبة للزاوية A هي نصف الأرك CB، والزاوية C هي نصف الأرك AD، لكن بالنسبة للزاوية A هي تقابل الأرك CB، فبالتالي الزاوية A تساوي نصف الأرك CB، وكذلك الزاوية C تقابل القوس AD، فبالتالي الزاوية C تساوي نصف الأرك AD أو القوس AD. نعم، نعبر عن أو القياس 180 درجة كالتالي: 180 درجة تساوي نصف ضرب 360 درجة، وتساوي نصف الأقواس الأربعة جميعا التي تشكل محيط الدائرة AC BC BD وAD، لأن كل هذه تشكل محيط الدائرة، ومجموع الزوايا التي تقابلها تساوي 360 درجة، فال 180 درجة تساوي نصف مجموع هذه الأقواس أو الأركس. الآن نعوض في هذه المعادلة من هنا، فنستنتج أنه الزاوية AEC تساوي 180 درجة ناقص الزاوية A ناقص الزاوية C، وتساوي 180 درجة نكتبها على شكل مجموع الأقواس الأربعة هذه، ونطرح منها الزاوية A التي تساوي نصف CB أو BC، ونطرح منها أيضا الزاوية C والتي تساوي نصف القوس AD، نبسط المقدار فنحصل على الزاوية AEC تساوي نصف AC زائد BD كما هو مطلوب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا السكشن، وإن شاء الله سننتقل إلى سكشن التطبيقات في المرة القادمة، وإلى اللقاء.